أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك تباركت ربنا وتعاليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي هي لك يدور لنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأدرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن تمن چھوگ پن نماز کیا کرو اگر تمہیں یہ نماز برو قربان کر سو گھر نشان ادا گاؤں من پوسٹر پڑھو مساج من سور تک من لکھمت کہ جن جس بستی یا شہر میں نماز عید ادا ہوتی ہے وہاں نماز عید سے پہلے قربانی گزرتا نماز عید اتنی دہشت پتہ پتہ شہر من بستی من قربان مگر مثال کے طور مطلب تو یار کہ مثال کے طور امن بستی ہے ہوں گی کہ ہر ہر جمعہ حکومت کر میں عید ہے تم اگر یہ نماز پڑھ گسب تم ہر کر تو تان کرے چونکہ وش تم پن پن یہ نماز کیا کر تم چتا پیار ضروری اگر تم تم گرو نم یہ قربانی کر تم اس قربانی کا نشان درست خبر مسئلہ اور سمجھنا اللہ تعالی کی نے سے عمل کرنے توفیق واخر دعوانا ان الحمد لله ترده عن القوم المجرمين ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم استر عوراتنا وامن دعواتنا ونجنا مما نخاف يا خفي لطاف اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن اين شئت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك اللهم اكفناهم بما شئت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تماما تركز الإسلام على مسلمات اسمه سيروا بقاعدة الأزهار بقاعدة الأزهار